تلاوة القرآن الكريم وتجويده برواية حفص عن عاصم. تفضل يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات نارا
لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما سنعيد